من أول ما مصر بدأت تشارك في الدورات الأولمبية كان المسموح بالمشاركة للاعبين فقط ولكن ليس للاعبات، لغاية لما بدأت الناس تتساءل إمتى اللاعبة المصرية هتشارك في الدورات الأولمبية، وده كان قبل دورة ميونخ 1972. المصريين وقتها عموما يعني كانوا مش مقتنعين بفكرة إن البنت المصرية ممكن تشارك في دورة أولمبية، لأنها مش هتقدر ومش هتعرف ومش هتفوز، فما فيش داعي للمشاركة. وهنا قامت الصحافة المصرية بواحد من أعظم وأجمل أدوارها اللي يمكن مش معروف لناس كتير لغاية دلوقتي. الصحافة وقفت مع ديمرداش توني الممثل المصري في اللجنة الأولمبية الدولية على حق البنت المصرية إنها تشارك في الدورات الأولمبية، فلقوا إن المواصفات الأولمبية تنطبق على اتنين بس في مصر سنة 1972: أمينة محمود في الجري وألعاب القوى وسحر منصور في السباحة. فقالوا طب نعمل مسابقة عشان نشوف مستواهم الحقيقي إيه قبل ما نبعتهم لميونخ. ففشل سحر منصور إنها تحقق الرقم المطلوب، وفشلت أمينة محمود في إنها تحقق الرقم المطلوب في الجري، لكن قدرت تحققه في الوثب الطويل. وبالفعل سافرت أمينة محمود مع البعثة المصرية لميونخ ومشيت في طابور الافتتاح، وكانت أول لاعبة في التاريخ الرياضي المصري تشارك في دورة أولمبية، ولعبت أول مرة وتأهلت للدور الثاني، لكن كانت حادثة ميونخ واضطرت مصر للانسحاب، فلم تستكمل أمينة محمود مشوارها الأولمبي، لكن يبقى التاريخ شاهد على إنها أول لاعبة مصرية شاركت في دورة أولمبية، ويبقى التاريخ أيضا شاهد على إنه الصحافة المصرية قامت بهذا الدور العظيم جدا، وسمحت لكل بنت وكل امرأة مصرية إن يبقى عندها حلم أولمبي.